الوقت بدنا نرحب ب اهلا وسهلا فيك وسيدنا يسوع الاقدس والمريم الطاهر. وبسبب الاضرار الجسيمه اللاحقه بشعبنا وبلادنا تتخذ الاوضاع الراهنه عندنا وقتها اللازم، فيستمع الآباء إلى خلاصة لقاءات السادة المطارنة المفادين البطريركيين إلى المرجعيات المسيحية والسنية والشيعية والدرزية، وكانت الغاية التأكيد على أن البطريركية على مسافة متساوية من المرشحين جميعاً، وكانت الغاية التشاور مع هذه المرجعيات بشأن إجراء انتخاب رئيس للجمهورية بعد 8 أشهر من الفراغ الهدام للدولة وللشعب، وكان التشديد من الموفدين على إجراء الانتخابات بالروح الديمقراطي التوافقي بعيداً عن التشنجات والنزاعات والعداوات والانقسامات، فالترشح والترشيح حق ديمقراطي دستوري، واحترام المرشحين في كراماتهم حق أخلاقي أساسي للعيش معا بسلام وثقة وتعاون في سبيل وطننا الواحد. وعليه إننا نضع أعمال هذا السينودس المقدس تحت أنوار الروح القدس وشفاعة أمنا مريم العذراء، ملتمسين من الله أن يؤتيه ثماره لمجده تعالى وخير الكنيسة. آمين.